التواصل يستمر إذن مشاهدينا الكرام في كل مكان. ينطلق شوطنا الخاص بالأبكار الإنتاج وهو الشوط 21، حيث منافسات شيقة وقيمة في منافسات هذه الفترة الصباحية. شوط خاص بالأبكار أشواط الإنتاج والمنتجين. إذن مشاهدينا الأعزاء ليبدأ الصراع من جديد في منافسة قوية ومنافسة جديدة تحملها لنا نوعيات هذا الشوط. المركز الأول يتقدم في هذه اللحظات وتتقدم من خلاله غزلان محمد بن زالب بن نايع بشاوي الغفلي، بينما المركز الثاني هناك سيافة ناصر بن خيرة بن محمد الشامسي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هذه اللي وصلت الآن وتقدمت جبارة علي بن سعيد بن محمد النعيمي يأتي يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع يأتي شعار بن مصلح مع الوثبة محمد بن حمد بن مصلح الحبابي. والمركز الخامس هنا وصلت خلابة ناصر بن سالم بن حمد العويسي. المركز الرابع انتقلت للمركز الرابع. المركز الخامس مسلم بن نايد أو نايد بن مسلم بن زفنة العامري، لكن ينخطف هذا الموقع، ينخطف المركز الرابع. شوف التسلل الناعم والتسلل القوي من قبل رابع المراكز جبارة علي بن سعيد ومحمد النعيمي، وصلت خلال المركز الرابع الآن المركز الخامس من الجانب الآخر. الله، شوفوا شوفوا هذه مشاهدينا الأعزاء اللي وصلت خلال المركز الخامس من جديد، والخصوني العامري الخصوني سالم بن سليم. ولكن نعود لنتابع هذه الجليلة. عموما على كل حال اختلط الحابل في النابل، اختلطت الأرقام. نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هذه اللي تسللت الآن الجليلة سالم بن سليم خصوان العامري يتقدم. سالم بن سليم بن يقلي العامري يتقدم إذن مشاهدينا الكرام إلى المقدمة وإلى الصدارة، بينما المركز الثاني الشهامة سليم بن علي بن خميس العويسي يتسلل يحتل المركز الثاني مع وجود الشهامة على هذا الموقع. المركز الثالث وصول مشاهدينا الأعزاء من خلال تواجد سيافة ناصر بن خيرة بن محمد الشامسي يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع فوصلت وتجاوزت غزلان محمد بن سالم بن نايع الغفلي يأتينا رابعا. المركز الخامس عندك يا بن نايد يا مسلم بن زفنة العامري يتقدم ليقدم لنا حضور نايد بن مسلم بن زفنة العامري إلى خامس المراكز. بن مصلح يأتي يحتل المركز السادس في هذه اللحظة، حيث يقدم لنا الطيرة وصلت وين بلاقي شهر الطيرة. هذه الطيرة أمامكم مشاهدين الأعزاء. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصراع، أعود إلى النزاع. المركز الأول بن يقلي لا زال مسيطر. هذه الجليلة سالم بن سليم بن يقلي العامري هو في مقدمة الشوط. في المقدمة المركز الثاني الشهامة هنا قادمة. سليم بن علي بن خميسة العويسي. يا سلام، يلا يا ولد العوص، يتقدم للمركز الثاني. المركز الثالث هذه اللي تقدمت، هذه حضور نايد بن مسلم بن زفنة العامري، ولكن بن مصلح الله يصلحه تقدم. الطيرة طارت الطيرة وحلت الطيرة إلى المركز الأول، اسم على مسمى، ما شاء الله تبارك الله. هذه الطيرة سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي تتقدم إلى المركز الأول. العامري يحاول، نايد بن مسلم بن زفنة العامري يقدم لنا هذا الاسم. حضور الطيرة وحضور والطيرة واللحظات الأخيرة بين أهالي الفقع أهالي زعبيل، ولكن خلاص. تحية وسلام يا بن مصلح، تحية وسلام للطيرة الطيرة للمرة الثانية في هذا الصباح. سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي على فوز الطيرة بالمركز الأول. المركز الثاني حضور نايد بن سلب الزفن العامري. المركز الثالث كانت الشهامة لسليم بن علي ولد العوص العويسي. المركز الرابع مشاهدينا الكرام وصلت حرز تعود ملكيتها لحميد بن عبد الله بن مبارك الكتبي. والمركز الخامس هذه اللي وصلت غزلان محمد بن سالم بن نايع الغفلي. هذه النتيجة. إذا مشاهدينا الأعزاء نعود إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول. بالفعل كانت الطيرة هي سيدة الموقف في هذا الشوط، طارت بالناموس، حلت بالمركز الأول. وشكرا عبيد بسعودي الزرعي.
هذه 4 دقائق 33 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للشاعر سعيد بن حمد المصلح الحبابي على هذا الفوز والانتصار، وسلام زعبيل سلام. المركز الثاني كانت حضور، قطعت مسافة 4 دقائق 34 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، وثاني أكيد لنايد والمسلم بزفنة العامري على هذا الانتصار. المركز الثالث لحظات الوصول، الشهامة قادمة حلت المركز الثالث في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، قطعت المسافة 4 دقائق 38 ثانية، 2 من الثانية. تهانينا والناموس إذا مشاهدين الكرام لسليم بن علي بن خميس ودلعوص العويسي. هكذا النتيجة، هكذا مشاهدين الأعزاء من خلال المنافسة والتحدي.